المحسنين. فلو أن لي لحظة واحدة، ما هي اللحظة؟ اللحظة ثانية، 20 ثانية، دقيقة، لحظة، فأكون من المحسنين، بمعنى أنه ينتقل على عجل وباليقين من الإسلام إلى الإيمان ثم إلى درجة الإحسان. لماذا؟ لأنه رأى عين اليقين، عين اليقين. هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، شاهده وهو في القبر. ونحن عندنا حق اليقين، ما هو؟ هو القرآن. الله يخبرنا في كتابه: اذكروني فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وإذا ذكرتم الله، ما معنى الذكر؟ الذكر كل ما هو طاعة لله عز وجل. أفضل الذكر وقراءة القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة ذكر، وأقيم الصلاة لذكري، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأفضل الذكر هي كلمة التوحيد، أن يفهم معناها وأن يعمل بمقتضاها. كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفهوم لا إله إلا محمد رسول الله إذا فهمها المسلم تغير حياته، اجعل كل شيء لله، وبمقتضى لا إله إلا الله لا يعمل إلا بما يأمر الله عز وجل. فإذا أكل بسم الله، إذا انتهى من الأكل الحمد لله، إذا شرب باليمين بسم الله، وإذا انتهى الحمد لله، إذا لبس بدأ باليمين بسم الله، يدعو الله. كل فعل أو قول أو حركة يتحركها إلا بأمر من الله عز وجل، ولا ينطق إلا بالكلام الطيب، لأن الله أمرنا أن نقول قولا طيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا حتى مع الناس، وقولوا للناس حسنا. إياكم أن تقولوا وأن تتلفظوا بكلام فاحش، أو أن تقول عن فلان 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 و تتهمونه أو تتنا